متابعين معكم مشاهدينا بقية ضيوفنا. نظمت شركة برين كيدز مسابقة وطنية وهي الأولى للحساب الذهني من نوعها بنقابة المهندسين بمدينة طرابلس، بحيث أنه كان لجمعية حلوة يا بلدي حصة كبيرة من خلال فائزين بثلاث مراتب. لهيك مشاهدينا بيسعدني أنه رحب برئيسة ومؤسسة جمعية حلوة يا بلدي السيدة فاطمة الحاج شحادة، والفائز ببطل الأبطال بالحساب الذهني يزن أحمد الفرو. بدي رحب فيكم معنا اليوم وأهلا وسهلا فيكم. صباح الخير داليا، وصباح الخير لكل المشاهدين يلي عم بيشوفونا اليوم. وأنا بتشكركم بدوري على استضافتكم وتحفيزكم للمواهب واستقبال عندكم. أهلا وسهلا فيكم. ميرسي. بالبداية مدام فاطمة، يمكن في كتير أشخاص ما بيعرفوا شو يعني الحساب الذهني، ويمكن هلا مؤخرا صار كثير عم ينطرح كافكار خصوصا بجمعيات وبكثير محلات اجتماعيه، يعني عم ينطرح اسم يعني الاسم كمفهوم عم بينمي قدرات الاطفال وعم بيرسم استراتيجيه لبعدين يعني لمستقبل لتكوين شخصيه تفاعليه ذكيه عم بينمي قدراتها. شو هو الحساب الذهني؟ الحساب الذهني هو علم وجد من آلاف السنين وصار يتطور عبر الدول لحتى وصل لشرق آسيا، لوصل للبنان. شركة برين كيدز هي الشركة العالمية المعتمدة الوحيدة من منظمة أياما سنغافورة بالشرق الأوسط. الحساب الذهني هو بيشتغل صح على تنمية قدرات الطفل العقلية، مثل ما بنعرف أبرزها الذكاء، التحليل المنطقي، التحليل التسلسلي، التفكير، طريقة حل المشكلات، الحفظ السريع، وتنمية الذكاء بشكل سريع. فهذا البروجرام اللي هو البرنامج الحساب الذهني برين كيدز بيشتغل على كل هيدي الامور، بيشتغل ابعد من هيك بالبرنامج. يعني حتى في اهل بيجوا بيقولوا لنا انه ابني تحسن بهيدي الشغله، فهذا البرنامج كثير بيطور بشكل كثير كبير. فانا بدعي كل الناس يكونوا عم بيشاركوا بهذا البرنامج. مثل ما بتعرفي نحن كمان هيدي الفتره صار لنا 3 سنين يعني الاولاد ما اخذوا شيء بالمدارس وبالبيوت وعلى التليفونات، كورونا اجت، كانت الثورة وكورونا كله أثر على الأولاد، فصارت الأولاد هون شوي مستواها التعليمي يتراجع. فهذه الأكتيفيتيز أو هذه البرامج هي عن جد بتكون عم تشتغل على تطوير دماغ الطفل. شو هي الفئة الأعمار المستهدفة لبلش الإنسان يفوت بالحساب الذهني؟ الأعمار المستهدفة هي من عمر 4 سنين لعمر 14 سنة. هون المرحلة أو الفئة العمرية للطفل بيكون دماغه عم يتكون مثل الاسفنجي. قديش فيك تكوني عم تعطيه معلومات ويمتصها ليكون عم بتحطيه على الطريق الصحيح، وهون بتكون العضلات او العصيبات تبعوت الدماغ عم تشتغل بطريقه كثير سريعه. فهون بنحفز كل الاهل انه ينتبهوا للفئه العمريه ما بين 4 سنين لبين 14 سنه ويكونوا عم يشتغلوا على تنميه هيدي القدرات بالدماغ، لانه من بعد هيدي العمر بتصير الدماغ يبطا، خلايا العصبيه بتبطا 100%. طيب خلينا نحكي عن المسابقة اللي شاركتوا حضرتكم فيها، جمعية حلوة يا بلدي. خبرينا أكثر عن هالإيفنت، مين كان المشاركين، الأعداد، شركة برين كيدز كانت منظمة هيدي المسابقة اللي صارت بمدينة طرابلس بنقابة المهندسين. شارك أكثر من 122 طفل من كافة مراكز برين كيدز بلبنان، وحلوة يا بلدي كان لها حصة كمان بالمشاركة. شارك من عنا 31 طالب كحلوة يا بلدي، جبنا مراكز يعني الحمد لله بفضل الله مراكز كتير حلوة. جبنا مركز بطل الأبطال اللي هو قدامنا هلأ، يزن الفرو. يزن عمره صغير بس فعله كبير كان. جبنا 3 أبطال بحب وجه لهم تحية، هو تيم مرزوق وحمزة محي الدين وحسين الحاج شحادة. أخذوا 3 أبطال كمان، ما قدروا يجوا معنا لأنه بتعرفي خبرتونا الاستديو ما بيساع أكتر من شخصين. صح، يعني ما بيستوعب اكثر بس وجبنا أكيد. 9 مراتب، مرتبه اولى 9 طلاب، مرتبه ثانيه 9 طلاب، ومرتبه ثالثه كمان 9 طلاب. كيف كان الحدث؟ يوم واحد؟ يوم واحد صح، نزلنا الصبح وخلصنا تقريبا شي الساعه 4 لطلعت النتائج، والحمد لله كانت نتائج كثير حلوه شريفه الحمد لله. قد ايش استوعب التدريب؟ قد ايش اخذ تدريب؟ هلا التدريب هو نحن بنعطي 2 ساعة بالاسبوع للطفل. طبعا بس تكوني انت مشاركه بكومبيتيشن بدك تكوني عم تعطي تدريب اكثر يعني للاولاد. كنا نجيبهم على المركز
ندربهم تقريبا شي 3 مرات بالاسبوع زياده عن الساعتين اللي كانوا عم ياخذوها، طبعا بمساعده الاهل بالبيت والتدريبات اللي يكونوا عم يشتغلوا فيها تحت اشرافنا وتحت اشراف الاهل. بونجور يزن. بونجور، كيفك؟ منيح الحمد لله. الحال اول شيء نحن لك مبروك. الله يبارك فيك. شو هي الجائزه اللي اخذتها؟ كأسين. خبرنا اكثر. كأسين وربحت بالتيكت للسفر. برافو. صرت شو انت؟ ليه ليه اخذت كأس؟ كرمال شو؟ لانه صرت بطل لبنان بالحساب الذهني. يزن اخذ كأسين اللي هي عباره عن تشامبيون وجائزة تشامبيون اوف تشامبيونز اللي هي اعلى مرتبه بالتشامبيون، هي بطل الابطال بلبنان. برافو برافو يزن. خبرنا اكثر، شو مبسوط؟ شو شعورك انك انت اخذت جائزة بطل الابطال؟ مبسوط كثير. كمان مفقوع من الفرح. برافو، يالك مفقوع. وشو انت بتحب الحساب الذهني؟ ايه بحبه كثير، هو اكثر شغله بحبه عندي. عن جد؟ ليه بتحبه؟ بتحب المات؟ ايه، لانه انا كنت بالمدرسه كنت شاطر بالمات، قاموا اهلي سجلوني بحلوه يا بلدي، هلا انا عم بتمرن لربحت. لانك شاطر بالمات فتح حلوه يا بلدي. شو اكثر شيء بتحبه بالحساب الذهني؟ الشغله. ايه شو بتحب؟ ليه بتحبها كثير؟ انه هي بتعطينا معلومات لنصير نعرف نحل ارقام كبيره على بمنتل او سربان. برافو. والمسابقه اللي صارت بطرابلس كانت صعبه عليك ولا كانت سهله؟ لا كانوا سهلين الارقام مثل ما بالجمعيه ولا اصعب؟ لا اصعب بشوي بس كانوا لالي هيني. طبعا بطل قدرت تتجاوزها وتنجح. شو بتقول لرفقاتك اللي ما اخذوا لقب بطل الابطال؟ بقول لهم ان شاء الله المره الجايه بيربحوا. بترجع تشارك؟ ايه عن جد؟ هلا بطولة العالم. اوه هذه هي السفرة اللي خبرينا اكثر مدام فاطمة الحاج عن المخططات او المشاريع المستقبلية للجمعية. نحن عنا بطولة هلا ان الله راد تأهلنا على البطولة العالمية يلي بدها تصير بشهر 12 بتايوان. رح نسافر نحن تقريبا 22 بطل تأهلوا للنهائيات يلي بدها تكون بشهر 12 إذا الله راد، وإن شاء الله رح نجي حاملين الكاس الكبير ونهديه للشعب اللبناني. إن شاء الله. إن شاء الله. ومن بعد هيدا الفوز في إقبال على الحساب الذهني على الصعيد الاطفال ولاد اهتمامات خاصه على احنا ابواب صيف يعني عم بيروحوا لل اكيد يعني هيدا الشهر كثير طلاب عم تجي وبتسجل، هو منه دوره او هو شهر او شهرين، هي اكاديميه يعني لازم كل المدارس كمان تكون عم تشتغل على هيدا الموضوع ويدخلوا هيدا البروجرام على برامجهم بالمدرسه. وبالنسبه للحساب الذهني كل الطلاب قادرين يكونوا عم بيشاركوا، يعني مش بس انه يكون شاطر بالمدرسه، لا حتى الاولاد اللي بيكون عندهم يمكن شويه صعوبات بادائهم بطريقه استيعابهم للامور، لا فيهم يكونوا عم بيسجلوا بالبرنامج، والبرنامج اكيد عم بيشتغل كمان على هيدي الفئه من الناس ليطور لها ذهنها وليخليها تتقدم اكثر. يعني مش بس وأكثر. الفئه المبدعه او لا اكيد بحسابات. اكيد الحساب الذهني متاح لكل الاطفال وعلى الممارسة وعلى التدريب كل الأطفال قادرة تعطي وقادرة توصل. يعني نحن عنا أفكار مكتسبة بتقول أنه الصبي هو شاطر بالحسابات والأنثى لا، عشان هيك سألتك هل كان في إناث بالمشاركات، يعني كان في مشاركات بنات؟ عندي إيه أكيد عندي صبايا وعندي شباب. لا هيدي نحن هيدي أقوال يعني بس منا على الأرض إنه بتترجم لتكون صحيحة أو لا، لا بالعكس يعني عندنا بنات كتير قوية وعندنا الشباب كتير قوية، بس هي المباريات بيناتهم يعني التحدي بيناتهم بيبقى هذا بده يتدرب أكتر أو هي بده تتدرب أكتر لتثبت إنه هي أقوى أو هو أقوى. فهي روح المنافسة بتخلق كتير حلوة بين الطلاب. طب مدام فاطمة شو هي الملكة أو شو القدرة الموجودة عند الولد لهو يقول أنا بلاقي حالي بهذا النشاط أو بال يعني
مثل ما خبرتك من شوي انه كل ولد عنده قدرة، في ولاد يمكن بتكتشف حالها عبر هيدي البرامج اللي بتكون عم تاخدها، حتى الاهل بيبقوا مش عارفين انه ابنهم مثلا عنده ابداع بمطرح معين. يعني في عندي مثلا طلاب بكتشف الانماط تاعوتهم بالحساب الذهني، يمكن في شخص عنده النمط السمعي اكثر بيتميز فيه، بيكون هون ملعبه، او بصري أو كتابي. في ولاد كتير يمكن بتحفظ أو بتصير أسرع بس تكتب، يمكن بتحفظ المعلومة أكتر، فمنا عبرة يعني. فكل الولاد قادرين يكونوا عم يتميزوا وعم يعطوا، تكتشفي أنت قدراتهم وتنميها وتطوريها. في غير جمعيات بلبنان بتهتم بهذا الشيء بتتواصلوا معها؟ أكيد في كتير مراكز يعني بريني كيدز بكل لبنان، عبر جمعيات أو عبر مدارس أو عبر مراكز عم يعطوا هيدا العلم، ونحن بنشجع الكل يعني يكونوا عن جد عم يشتغلوا على هيدا العلم ويطوروه ويقدموه للأطفال. مدام فاطمة، سؤال هيك يمكن من وحي الواقع اللبناني، شو هي مثل ما بنعرف إنه بكل شيء نحن بأصعب ظروف، يمكن أنتم عم تشتغلوا وعم تنتجوا مهارة، شو هي المعوقات او المشاكل والتحديات اللي واجهتكم؟ عليكي هلا ما فينا نكون الا صريحين، يعني ازمه البنزين كثير عم بتاثر على الناس، يعني صار البنزين اغلى من اي شيء. صح. يعني البرنامج كلفته كثير بسيطه اذا بدك تحس بيها بهذا الوضع ماشي، بس البنزين اللي هو عم بيعطي عبء يمكن اكثر على الاهل انه يوصلوا ابنهم مثلا على المركز، او يوصلوا ابنهم يسجلوا باكتيفيتي معينه، فهيدي اكبر عائق يعني ازمه البنزين والوضع المعيشي والاقتصادي. يعني قديش نحن عم نقطع بحاله كثير صعبه، يعني في كثير ناس عن جد مثل ما بيقولوا عم تقطع كثير امور على حالها لتكون بعدها عم تسجل اولادها وعم تعطيهم شيء. المشتركين بالعاده من قلب المنطقه ولا في؟ لا عندي مشتركين نحن بالبقاع الاوسط، عندنا مشتركين من كافه المناطق البقاعيه عم يجوا بيشاركوا بالبرنامج. في المشاكل ناس اللي عم عم تكون تجي، للجاي من في برا. ناس بتجي بتقطع ساعه ونص لتوصل لعنا. طيب مدام فاطمه، خلينا هيك شوي نمتحن مهاره يزن. يلا. قلتي لي انه يزن كثير شاطر، عنده سرعه بديهه. صح، خلينا نشتغل هلا على المسائل. رح اعطيه انا 1 ديجيت، مش رح نكتر كتير، يعني رح نعطي 3 معادلات. رح نشتغل الأول معادلة على 1 digit 2 7 minus 6 5 minus 3 2 1 minus 6 7 that's it 9. برافو، إذا بدك برافو. فيكي تحسبي أنت كمان. يلا 2 digit 28 51 minus 64 32 minus 26 that's it 21. برافو برافو يا زلمة، لازم تحسبي معنا. يلا شغل على 3 ديجيت 123 221 minus 244 325 that's it 425. برافو برافو يا زن، برافو يا زن. في بعد اعطيه؟ ايه يلا يلا كمان 2 ديجيت 42 55 minus 47 28 minus 68 that's it 10. برافو برافو يا زن. يا زن بفتره صغيره صارنا نحن تقريبا لحد ما شاركنا بالكومبيتيشن كان لنا كمركز حلوة يا بلدي متعاقدين مع شركة بريني كيدز، كان لنا 4 شهور والحمد لله. يعني كان في تحدي يعني بيننا وبين حالنا انه نحن يمكن الفترة بسيطة بس لا لازم نكون عم نحقق انجاز، واشتغلنا كتير منيح وتعبنا، وبتشكر الأساتذة يلي تعبوا مع الطلاب، وبتشكر الأهل اللي كتير كمان صبورين كانوا معنا ومع أولادهم لحتى جبنا هيدا الإنجاز. كان إنجاز عن جد رائع، وإن شاء الله يعني منحقق حلم كتير كبير ومنرجع على لبنان بنتائج كتير حلوة إن شاء الله. عندي سؤال لك كمان بقلب قبل الكومبيتيشن، يعني بمرحلة التدريب والتأهيل للتلاميذ، كانت الرؤية واضحة أنه يزن كان هلأ رح يفوز أو الفائزين؟ صراحة لا،
كان عندنا نحن أطفال مراهنين إنه يجيبوا نتائج، حتى يزن من الأطفال اللي نحن كنا كمان مراهنين يجيبوا نتائج، بس ما وقعت كنت أنا محلة يعني. متخيلة إنه يزن مجرد ما لقط الورقة بالكومبيتيشن وحلها، حلها بمدة كتير بسيطة، حل تقريبا 133 معادلة بفترة بدقائق يعني كان معدودة. الكل المفروض يحل 133 ولا فلا حسب أكيد حسب يعني السرعة؟ هني بيحطوا كتير معادلات، وفي وقت تايمر معين ليكونوا الولاد عم بيحلوا معادلات، بس يزن حل المعادلات كلها، خلص الورقة طلع عنده بس 3 أغلاط، ففاز بأكبر لقب اللي هو تشامبيون اوف تشامبيونز. كيف كانت المنافسة مع الطلاب؟ المنافسة كانت رائعة، بتعرفي منظر الأطفال، وصار لك 3 سنين أنتي مش عاملة أي شيء، فرحنا على الكومبيتيشن على طرابلس، منظر الأولاد لحاله هذا بهيك وضع إنجاز. كان في روح رياضية ولا؟ أكيد طبعا روح رياضية، وحتى النتائج كانت عن جد يعني كانت بالنسبة لنا مفاجأة كتير كبيرة، يعني كحلوة يا بلدي إنه نجيب 4 كؤوس ومرتبة أولى وتانية وتالتة، كانت صح مفاجأة لنا، برافو، كنا متوقعينها بس مش هالقد. يعني بالفعل شيء كثير بكبر القلب. أي والله مدام فاطمة الحاج شحادة، رئيسة ومؤسسة جمعية حلوة يا بلدي، نحن متشكرك لحضورك معنا، وبالفعل نحن بنشد على ايدكم، وشيء كثير حلو، وكثير حلو ان الواحد يبلش يفكر بتنمية الفرد من هو صغير، خصوصا انه ينمي له مهارته الفكرية، انه باكثر العمليات اللي هي العملية الحسابية، يعني كلنا بنعرف قديش في شيء بيأثر باقتصادنا، بركي هيك ان شاء الله ببلش يرسموا لاقتصاد نير بوطننا لبنان، وان شاء الله تكونوا انتم نموذج يحتذى به من غير جمعيات يعني. والفكره كثير حلوه والمشروع كثير حلو من جمعيتكم، والى مزيد والمزيد من العطاء والنجاح. شكرا لك داليا، وشكرا لكل اللي استمعوا لنا، وهذا هو الاستثمار اللي لازم كلنا نفتش عليه، هو الاستثمار في العقول لحتى نحط اولادنا على الطريق الصح. شكرا لكم، وينعاد عليكم يا رب بمناسبة عيد الأضحى. ميرسي، نحن بنعيدك بدورنا، ونتشكرك ونتشكر يزن لحضورك، وان شاء الله بنشوفك بطل كتير كبير، ترفع لنا اسم لبنان عاليا، تجي دل شكرا. عنا من بعدنا بعد ما ترجع من السفر. حبيت تقول شيء؟ لا ماشي، وبدك تتشكرنا؟ أنا بتشكر كل اللي عم بيحضرونا. ميرسي، دريان موفق. هيك مشاهدينا بنكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم، بتمنى تكونوا قضيتوا وقت ممتع معنا، ما تنسوا تتابعونا بكرة بنفس التوقيت.